يبقى الآن مطلوب مندي حساب معدل التحميل زي ما قلنا. العمل 301 بده 200 ساعة في القسم س وبده 100 ساعة في القسم ص، والعمل 304 بده 50 ساعة في س و100 ساعة في ص. بلغت التكاليف الصناعية غير المباشرة قلنا للقسم س 3000 دينار وللقسم ص 5000 دينار، وعدد ساعات العمل في س 1000 ساعة وفي ص 2500 ساعة. بده حساب تكلفة لوامل الإنتاجية 301 و304 حسب معدل التحميل الكلي وحسب معدل التحميل لكل قسم. نجي نشوف حسب معدل التحميل الكلي، يبقى هعمل معدل تحميل واحد كلي للأمرين. يبقى معدل التحميل الكلي هنجمع تكاليف القسمين س وص. القسم س تكاليفه الصناعية 3000 دينار والقسم ص تكاليفه الصناعية 5000 دينار، مجموعهم 8000 دينار. ال8000 دينار هذول للتكاليف القسمين. طب القسمين كم ساعة عمل عندهم؟ س عنده 1000 ساعة عمل وص عنده 2500 ساعة عمل، يعني مجموع ساعات العمل 3500. يبقى معدل التحميل للمنشأ هنقسم التكاليف الإجمالية للقسمين تقسيم عدد الساعات التشغيل للقسمين. تكاليف القسمين 8000 دينار تقسيم ساعات تشغيل القسمين 3500 دينار، حيطلع معدل التحميل 2.3 دينار لكل ساعة عمل. تنيجي نحسب تكلفة الأمر 301 بيساوي 100 ساعة، 100 ساعة في س و200 ساعة في ص، يعني 300 ساعة في القسمين 300 ساعة ضرب 2.3 في الساعة حيطلع 690 دينار. نجي نحسب تكلفة الأمر 304 عنده 50 ساعة في س و250 ساعة في ص، يعني 300 ساعة ضرب 2.3 دينار لكل ساعة، هتطلع تكلفة العمل 304 كمان 690 دينار. يبقى الأمرين تساوٍ في التكاليف، ليش؟ لأنه الاثنين أخذوا عدد ساعات عمل متساوي. هنا أخذت 100 زائد 200 300، هنا أخذت 50 زائد 250 300، ونفس تكلفة الساعة مشتركة بين القسمين، فبالتالي حتطلع تكلفة القسم س 690 وتكلفة القسم ايه عفوا تكلفة الأمر 301 690 دينار وتكلفة الأمر 304 690 دينار. نجي نعمل معدل التحميل لكل قسم على حدة. هنيجي نقول معدل تحميل القسم س، هنقسم تكاليف س فقط على عدد ساعات القسم س فقط. 3000 دينار تكاليف س تقسيم 1000 ساعة عمل في القسم س، هيطلع معدل تحميل س 3 دينار للساعة. معدل تحميل القسم ص هيساوي 5000 دينار تقسيم عدد ساعات ص اللي هو 2500 دينار، هيطلع 2 دينار لكل ساعة. تكلفة الأمر 301 هيساوي 200 ساعة في س، هنضرب هنا ال 200 ساعة تكلفة الساعة في س في 3 دنانير، يبقى هنقول 200 ضرب 3 زائد بده 100 ساعة في ص، 100 ساعة الساعة في ص ب 2 دينار، 100 في 2 فحيطلع المجموع 800 دينار. زمان حسب التحميل الكلي كان 690 دينار، الآن قديش طلع تكلفة 301؟ 800 دينار. تكلفة الأمر 304 اللي هو 50 دينار في س 50 ضرب 3 زائد 250 في ص 250 ضرب 2 لأنه تكلفة الساعة في ص 2 فحيطلع 650 دينار، بينما حسب معدل التحميل الكلي كان بيطلع 690 دينار. يقبل الآن اختلف تكلفة الأمر 301
و304 حسب معدل التحميل الكلي عن حسب معدل التحميل لكل قسم على حدة. طبعا معدل التحميل لكل قسم على حدة للمعدل الثاني أكثر عدالة وأكثر منطقية. التكاليف الصناعية والفروق بينها، تبيكون عندي فروق وتبيكون الفرق جوهري وكيف بدنا نعالج الفروق. مثال 4، احنا مش هنكون مطالبين بالقيود لكن بهمنا اللي هو الحسبة، عشان هيك مثال 4 و5 ما بدناش اياهم. ناخذ مثال رقم 6، مثال رقم 6 وحنشوف ايش معنات فروق جوهرية. هاي عندي بيانات مستخرجة من منشأة كذا بتتبع نظام الأوامر الإنتاجية عن عام 2010. اداني كم أمر إنتاج عندها؟ 401، 402، 403، 404. عندها 4 أوامر إنتاجية، كل أمر إيش فيه؟ تكاليف مواد مباشرة وأجور مباشرة. هان في 20,000 و10,000، 30,000، 20,000، 40,000، 25,000، 50,000، 35,000. فإذا علمت أن الفارق جوهري، والآن حنشوف شو معنات فارق جوهري، حيتضح معانا بالأرقام. 2، التكاليف الصناعية. الفارق جوهري، جوهري يعني فارق كبير، يعني لا يمكن التجاوز عنه. لو قال لي فارق غير جوهري يعني ايش؟ مش محتاجين، يلا بهم مش مشيها. لكن تقول لي فارق جوهري يعني شغلة مهمة أساسية، لا يمكن انه احنا نقبل فيها، لازم نعملها معالجة وتوزيع سليم. التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة تمثل 60% من الأجور. تكاليف صناعية غير مباشرة محملة تمثل 60% من الأجور المباشرة. 60% من الأجور المباشرة. أنا أداني الأجور المباشرة، لا اداني الأجور المباشرة. قديش الأجور المباشرة اللي عندي؟ أنا عندي 10,000، 2,000، 2,500، 3,500. 60% منهم تكاليف صناعية غير مباشرة محملة، أنا مش مديني إياها لكن الآن بحسبها. يعني الأمر 401 أجوره 10,000، 60% منهن أو التكاليف الصناعية غير محملة بتساوي 60% من الأجور. بقدر أضيف الآن بند للتكاليف الصناعية اللي هي غير المباشرة، معناته الأجور حتساوي لل 402 تكاليف 401 تكاليف الصناعية حتساوي 10,000 ضرب 60% يعني حتساوي 6,000. الأمر 402 20,000 ضرب 60% حتطلع 12,000. الأمر 403 25,000 ضرب 60% حتطلع 15,000. الأمر 404 35,000 ضرب 60% حتطلع اللي هو 21,000 زي ما احنا شايفين عندنا. أول حاجة بدي أجيب التكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة، وهذه طبعا حسب المعيار اللي اعطاني اياه، وفي سؤالي قال لي بتمثل 60% من الاجور المباشره فبالتالي جبناها. وهذه محمله، ايش معنات محمله؟ هي بناء على تحميل او بناء على معدل تحميل معد بشكل مسبق بناء على خبره وبناء على دراسات وارقام ومعطيات سابقه. لكن ممكن الواقع تيجي التكاليف الصناعية الفعلية تساوي المحملة، وممكن اللي هو تزيد أو ممكن تنقص. يعني احنا بنقول والله احنا شغلنا الكهرباء السنة الشهر هذا 100 ساعة، ال100 ساعة في نص معناته حتجيني 50 شيكل، حتجيني الفاتورة ممكن تجي 50، ممكن تجي 60، ممكن تجي 45، ممكن اللي هو تتطابق مع التكاليف الفعلية، وممكن يكون في انحراف بالزيادة أو بالنقص نتيجة عوامل احنا ما خدناهاش في الحسبان أو استجدت على الشركة.
الآن بيقول لي التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية أجتني 63,000 دينار، 63,000 دينار. طب المحملة أنه أنا جمعت اللي عملتها أنا، قلت أنا الأمر 401 له 6,000، وهان 12,000، وهان 15,000، وهان 21,000، تاني جمعتهم مع بعض تكاليف الصناعية غير المباشرة المحملة للأربع عوامل إنتاجية، أجوا عندي 54,000. بينما تنها اجتني الفواتير اللي بتمثل التكاليف الفعلية للتكاليف الصناعية غير المباشرة أجت 63,000. يعني أنا في عندي تكاليف لسه مش محملها مقدارها 9,000 دينار. هذا الفرق الجوهري، مبلغ 9,000 دينار مش قليل. يقبل هنا إيش؟ إحنا اللي حملناه 54,000، أجتني الفواتير ب 63,000. يبقى أنا في عندي كمان مبلغ إضافي غير على اللي تم تحميله اللي هو 9,000. 9,000 هذه حتتحمل على الأوامر الأربعة، 401 و402 و403 و404، حتتحمل بناء على نفس معيار اللي حملنا عليه قبل شوية، اللي على بناء على الأجور، لأنه احنا حملنا التكاليف قبل شوية الصناعية غير مباشرة قلنا 60% من الأجور. وبالتالي أنا بجي بقول قديش الأجور اللي أنا كان عندي 54,000، هنقول التكاليف الفروق التحميل اللي هو للأمر 401، للأمر 401 اللي هو قديش؟ اللي هو 54، 6,000، 9,000 ضرب 6,000 على 54,000 بيطلع عندي 1,000 دينار. الثاني اللي هو 9,000 ضرب 12,000 على 54,000 هيطلع عندي 2,000. الثالث هيكون 9,000 ضرب 15,000 على 54,000 هيطلع له 2,500. الثالث 9,000 ضرب 21,000 على 54,000 هيطلع 3,500. حنجمع الآن المجموع، يبقى التكاليف حيكون الأمر 401، 20,000 مواد و10,000 أجور، وتكاليف صناعية غير مباشرة محملة 6,000، وفروق تحميل 1,000، حيطلعوا 37,000. الأمر 401 حيكون مجموع تكاليفه 64,000، 403 حيكون مجموع تكاليفه 82,500، 404 مجموع تكاليفه 108,500، مجموعهن 39,000 دينار. وهيك بنكون خلصنا الفصل السادس. نتمنى لكم التوفيق.